فإذا أنت ماشي بطريقة جدا سلو ولا بطيئة ما هيكون أنت عندك التحسن الكبير. The best things in this world happen quickly. The universe was created quickly in a big bang. Boom. فعلى فكرة أحسن الأشياء اللي عم بتصير بالدنيا بتصير بسرعة. يعني زي مثلا لما صار الكون big bang boom بسرعة صارت. One more time. You are not rich unless you do it fast. Okay? $25,000 over 40 years is $1 million. وعلى فكرة هيحكيها مرة تانية، أنت مش غني إذا أنت ما سويت الموضوع هذا بسرعة. مليون دولار على 40 سنة يعني 25,000 دولار بالسنة فقط. Or we can make some money, utilize these products. GC automation, we can use a lot of what we have and do it this year. We can do it this year, next year. أو ممكن إحنا نستخدم كل من الخدمات الموجودة بإيجينس وموجودة بجي سي، مثلا زي الجي سي فاندز، وإحنا أمورنا بتكون تمام، إحنا عم نبني الثراء تانا. GC, talk to me for a second, because I got a formula I want to give you, a special formula. فGC هو بده إياكم تتكلموا معه في معادلة بده يعطيكم إياها، فهل أنتوا جاهزين احكوا له بالتشات على السريع؟ GC, talk to me for a second. I want to give you guys a secret that not many people know about. فهو هلا بده يتكلم معاكم عشان هو بده يعطيكم هلا سيكريت وبده يعطيكم هو زي سر ما حدش بيتكلم عنه بتاتا. Nobody else in the company knows this, and I want this team to know this. I need you guys to know this. ما حدش بالشركة بيعرف السر هذا، بس أنتوا هو بدكم إياه إنه أنتوا تعرفوا السر هذا فقط. Study human behavior, human nature to get attention. فأنت بدك تدرس العادات ولا بدك تدرس أنت طبيعة الإنسان عشان أنت يجي لك اهتمام. Human nature is how people walk, talk. Communicate what people laugh at, what people cry at. Study this. بالضبط. فيعني الشغلات تبعت مثلا البشر، مثلا كيف البني آدم بمشي، كيف بياكل، إيش اللي بضحك عليه، إيش اللي بيبكي عليه، إيش الشغلات بتخليه متحمس، إيش الشغلات ما بتخليه متحمس. لازم تدرس أنت الإنسان. If you understand human nature, you can get attention. Okay. إذا أنت فهمت طبيعة الإنسان أنت بتقدر تأخذ الاتنشن أو الاهتمام من الآخرين. Study storytelling to keep attention. وبدك تدرس كيف تروي القصص عشان أنت تخلي الاهتمام عليك. The art of communicating a story, right? فزي الفن برواية القصص. هذه شغلة ضروري يكون عندكم إياها عشان أنت تخلي الاتنشن، تخلي الاهتمام عليك. Notice most of Coach Khalifa's lessons, they come in form of stories. إذا أنتم بتطلعوا على كوتش ركان خليفة، كل الدروس اللي بيحاول هو يقدمها لإلنا واللي بيقدمها لإلنا تيجي على هيئة قصص. Your ability to tell stories is going to keep attention. فالمقدر تبعتك بأنه أنت تحكي ولا تروي قصة هي اللي هتخلي الاتنشن تبعك لسه عالي. Study copywriting to monetize attention. وأنت بعدين بدك تدرس كيف أنت تكتب ولا كيف أنت تحط المعلومات بكتابة عشان أنت تخلي الاتنشن ولا الاهتمام هذا مدفوع لك. أي حدا بيعطيك اتنشن يعني بيدفع لك. So this is when you can creatively communicate a point to make money. فهذه هي الفكرة الجدا مبتكرة. إذا أنت قدرت توصل رسالة بنفس الوقت تقدر أنت يندفع لك عليها. Get attention, keep attention, monetize attention. خذ الاهتمام، خلي الاهتمام، خلي الاهتمام يندفع لك عليه. Human nature, storytelling. Copywriting. طبيعة الإنسان، رواية القصص، وكيف أنت تكتب المعلومة. So if I understand how Coach Ahmed thinks, I can get his attention. فهو بيحكي إذا هو بعرف كيف أنا بقدر كيف بفكر هو كين بقدر يأخذ اهتمامي. If I tell Coach Ahmed a story, I can keep his attention. وإذا كين قدر يروي لي قصة أنا هخلي اهتمامي لإله لسه موجود. If I can then communicate iGenius to Ahmed, I can make him sign up.
فأنا إذا قدرت إن هو كمان إذا قدر يتكلم على فكرة اي جينيس لإلي ولا المعلومة تبعت اي جينيس هو بيقدر يخليني أسجل معه. There's two ways in 2022 to generate income. في طريقتين ب 2022 وانت تطلع فيه مصاري. Two ways. طريقتين فقط. You're either going to entertain or you're going to problem solve. يا انه انت هتكون انه انترتين يعني بتسلي العالم يعني بس انه تسلايه حلو. رقم اثنين انه انت تكون problem solver او بتحل مشاكل. Unless you have GC automation, then you can make money investing. أو إذا يكون أنت عندك الجي سي أوتوميشن ولا التداول الآلي تبع جي سي أنت أمورك تكون تمام بالمصاري. If you're using one of the GC trading channels, you can make money. تستخدم أنت واحدة من القنوات تبع جي سي للتداول فأمورك تكون لوز اللوز. Two main ways for most of the world: entertain or problem solve. شغلتين بالعالم كيف أنت تعمل فيه مصاري بهالدنيا. أول واحدة إنه أنت to entertain ولا أنت تسلي ولا أنت تكون شخص إنه بي content بمحتوى. رقم اثنين أو أنت تحل مشاكل العالم. There's a lot of people doing a lot of funny things online, a lot of scary things online for the purpose of entertainment, and then there's people online that are solving problems for other people. Both work. يعني في مثلا اشخاص على السوشيال ميديا ولا على المواقع التواصل الاجتماعي اللي بيسووه انهم مثلا بنزلوا محتوى بضحك بنزلوا محتوى بخوف بس عشان انه ايش ياخذوا الاهتمام ولا الفيوز من خلالهم. رقم اثنين في الاشخاص اللي على السوشيال ميديا اللي بس طالع عشان تحل مشاكل لباقي الناس. Doesn't matter which one you do, you could be a singer, an actor, you could be a mentor, a motivational speaker, either or you need marketing. Marketing is needed. فإذا أنت اخترت تعمل أي من هدول الاثنين، إذا أنت كنت مثلاً معلم، إذا أنت كنت كوميدي، إذا أنت كنت مغني، إذا أنت كنت رسام، إذا أنت كنت أياً كان، بالحالتين أنت بتحتاج marketing، تحتاج أنت تسويق. I have a formula for marketing. Do you want the formula? فهو عنده فورمولا ولو عنده معادلة للماركتينج. هل بدكم إياها؟ بدكم إياها ولا لا؟ احكوا لي بالتشات. I said I have a formula for marketing. Do you want the formula? هو عنده معادلة للماركتينج. بدكم إياها ولا لا؟ Because I got a formula I haven't shared with nobody, but I feel like you can do something with this. فهو عنده معادلة ما شاركها مع أي أحد لكن هو بحس لو أعطاك إياها أنت أمورك هتكون تمام وهتستخدمها بالطريقة الصحيحة. Are you sure you want this formula? هل أنت متأكد بدك أنت المعادلة هاي؟ Are you sure? Because it's a lot. فالمعادلة هذه إنه كثير كثيرة وطويلة شكلها. Okay, let's talk. Context. This is what you are providing the masses. The context is what you are providing. You got to write it down. A lot of people don't know what they're providing. فأنت بدك زي المحتوى ولا بدك أنت الموضوع. بدك تعرف الموضوع تبعك. إذا أنت ما بتقدر أنت توصل الموضوع تبعك بطريقة إنه مزبوطة أنت راح المحتوى منك بتات على طول هيروح منك. Then the content is how you're getting that message across to people. Are you doing it in an inspiring way, a motivational way, or an entertainment way? فتاني إشي أنت بتحتاجه بعد السياق الحديث تاعك أنت بدك المحتوى كيف أنت بتوصل الفكرة تبعتك للآخرين. هل أنت بتخليها بطريقة تحفيزية؟ هل بتخليها بطريقة أنه أنت بتحمس البني آدم؟ هل أنت بتخليها مثلاً بطريقة emotional فيها emotion فيها مشاعر كتير؟ كيف أنت بتوصل الرسالة تاعك؟ Then the conversion. How many of those people can you make your friend or a fan? فتالت إشي اللي هو التحويل. كيف أنت تحول الشخص من شخص مهتم إلى شخص بده يشتري، من شخص إنه شاف المعلومة تبعتك إلى شخص هو بده ينضم معك. فهون وين الفلوس بتكون؟ So this is where people mess the game up. فهون آخر خطوة رقم ثلاثة. هون معظم الأشخاص بيخربوا الموضوع. They have the content but no context. فأحياناً بيكون هم عندهم المحتوى لكن ما بيكون هم عندهم الموضوع. Or they have the conversion but no content. ف
فأحيانا بكون عندهم هم التحويل كيف يحول الشخص من هاد إلى هاد بس لكن هو ما عنده المحتوى الصحيح. Or they have the context but no content. وممكن هو يكون عنده السياق الحديث ولا المعلومة لكن ما عنده هو المحتوى. The highest paid people in GC can do all three. فأكثر الليدرات ولا الأشخاص اللي بندفع لهم بي جي سي بيقدروا يعملوا ثلاث شغلات بطريقة ممتازة. And it has to work in this order. ولازم تمشي بالترتيب اللي موجود. رقم واحد اللي هو الموضوع. رقم اثنين اللي هو المحتوى. رقم ثلاثة اللي هو التحويل. So the context, iGenius, GC, events, cryptocurrency, trading, entrepreneurship, wealth creation. That's what you are. فالكونتكست اللي هو عبارة عن سياق الموضوع هو ممكن يكون عن جي سي، يكون عن اي جينيوس، يكون عن التداول، يكون عن التداول الآلي، يكون عن الفريق، يكون مثلا على الرانكابس مثلا، ممكن يكون هو على الكلتشر، ممكن يكون عن اي شغلة. هذا هو ممكن يكون السياق الحديث ولا المعلومة نفسها. It should be as clear as a diamond what you are doing. I should be able to look and understand in any language, whatever it is, I can see what you do for a living. فأنا هلأ ضروري لازم تكون فاهم اللي أنت بتعمله ولا الفكرة اللي بتحاول توصلها لازم تكون واضحة كالألماس. إيش يعني؟ لما أدخل على صفحتك على طول حتى لو أنت بتتكلم لغة مختلفة أنا بعرف شو بتعمل، أنا بعرف شو بتسوي، أنا بعرف شو اللي بتشتغل عليه. Your content needs to be a match of your personality. Are you an inspiring person? Are you a motivational person? Or are you an entertainer? فهون برقم اثنين بيصير عندك المحتوى. المحتوى هذا بيكون هو مربوط بشخصيتك. هل انت انسان تحفيزي؟ هل انت انسان بتعطي موتيفيشن بشكل كبير؟ هل انت انسان بتعطي فاليو؟ هل انت انسان يعني فاني بتضحك؟ هل انت انسان ما بعرف ايش هي الشخصية تبعتك؟ وهون بدخل المحتوى تبعك بالموضوع. If you look at Coach Khalifa's Instagram, he gets across his content through inspiring and motivational videos. فإذا بتطلع مثلا على كوتش ركان خليفة، إذا بتطلع على المحتوى تبعه بيوصل رسالته من خلال التحفيز ومن خلال إنه يتحمس البني آدم، إنه هو من خلال المحتوى التحفيزي تبعه بيقدر يوصل رسالته. Now if you look at my Instagram, I get through my content through entertainment, funny messages. فكين على سبيل ثاني إذا بتطلع على السوشيال ميديا تبعه ولا الإنستغرام تبعه بتشوف إنه هو بيوصل الطريقة المسج تبعته بطريقة أخرى، إنه هو إنسان فني بيسويها بطريقة فيها إنه إنترتينمنت أو إنه متعة بالمحتوى تاعه. The conversion is what's important. It's how many fans or friends want to be like you. فهذه هي الفكرة. كيف أنت ممكن تخلي الأشخاص اللي بدهم يصيروا زيك ولا بدهم يكونوا مثلك انه ايش يصير في conversion، يصير في تحويل لهم انهم يكونوا معك بالبزنس. This is the most important thing you're going to hear in 2022. هذه اهم شغلة انت ممكن تسمعها ب 2022. People are buying people these days. بالايام هذه الاشخاص بيشتروا اشخاص باليوم هذا. People are buying people. الناس بتشتري ناس بالايام هاي. Products are being sold because people are buying people. فالمنتجات والخدمات عم تنباع ليش؟ عشان الناس عم تشتري أشخاص آخرين مع المسج تاعتهم. Why would somebody want to buy a product from you? ليش بني آدم يشتري product منك؟ GC, we have 345 people on this call. What makes you different from the next person? فإحنا هلأ 345 واحد على المكالمة هذه، شو اللي بخليك أنت مختلف؟ We all have the same product. إحنا كلنا عندنا نفس المنتج، عندنا نفس الخدمة. What are you bringing to the table that makes you different? إيش اللي بتجيبه أنت على الطاولة اللي بخليك أنت مختلف؟ People are buying people in 2022. الناس عم تشتري ناس ب 2022. The game has changed, حبيبي. اللعبة تغيرت حبيبي. Perceived value will always be perceived value. فالقيمة let me translate perceived. I'm sorry. Perceived.
value value. اوكي ال value ولا القيمة طول عمرها هي هتكون قيمة. What is the actual cost of your time and your brand? هلا بدك انت تسأل حالك ايش هو الكوست ولا ايش هي الشغلات لازم تدفعها لوقتك ولا ايش للبراند تبعك. Most people don't know the actual cost of their time and their brand. فهون في كثير اشخاص ما بيعرفوا عن جد قديش هو الكوست ولا التكلفة لوقتهم او للبراند تبعهم. If I say picture a dog, you get an image. If I say picture a cat, you get an image. When I say picture the cost of your brand, you get no image. فأنا هلا مثلا لو طلعت عليك وقلت لك اتخيل صورة كلب، هتتخيل صورة كلب، اتخيل صورة فيل، هتتخيل صورة فيل. لكن لو أنا سألتك مثلا أنا بدي اياك تقول لي ايش هي الكوست ولا ايش هو الكوست تبع وقتك، ما هتعرف. Why would somebody want to work with you if you don't know the cost of your time? ليش الشخص ممكن يشتغل معك او يشتغل معك اذا انت ما بتعرف انت القيمه تبعت وقتك. We don't know the cost of your brand. احنا ما بنعرف ايش هو التكلفه تبعت البراند تبعتك. People pay more for BMW, Benz, Louis Vuitton and Gucci because they know the cost of the brand. فهذه شغلة الأشخاص بيشتروا مثلاً لوي فيتون وغوتشي والماركات هذه الكبيرة عشان الناس بتعرف إيش الكوست تبع البراند الفلاني. So if you give me an hour of your time, what do you believe you're worth? فإذا أنت بتقدر تعطيني ساعة من وقتك، حلو؟ أنا بدي أسألك قديش أنت بتكون يعني الفاليتاتك. Once you understand this, you will skyrocket in the world of entrepreneurship. إذا أنت فهمت الفكرة هذه أنت أنت الليفل تبعك بريادة الأعمال هيطلع للسماء. GC, you are underselling yourself. إخوان أنتوا بجي سي في منكم عم بتبيعوا حالكم ولا عم بتحطوا حالكم بمستوى أقل من ما أنت عليه. GC, you're underselling yourself. You realize? أنت عم بتبيع حالك بأرخص بكتير. If you realize what we are as an organization, your brand and your time should be up there. فإذا أنت هون بجي سي ولسه أنت مش عارف لكن أنت عرفت إيش هو التكلفة تبعت وقتك وإيش هي التكلفة تبعت الماركة تبعتك، هون أنت الفاليو تبعك والقيمة تبعتك هتطلع وتتفجر على طول. People are more likely to throw trash on the floor if the environment is already dirty. فالناس ما عنده مشكلة إنه بتاخذ الزبالة وأنتم بكرامة وترميها على الأرض إذا already في زبالة على الأرض. People are not likely to throw trash on the floor if the environment is clean. لكن إذا الأشخاص ماشيين ومعاهم هم زبالة بإيديهم ما هيحسوا إنه أوكي أخلاقي إنه هو يكب الزبالة على الأرض عشان المحيط تبعهم نظيف. So what I'm saying is your environment, your brand is letting other people know how much they need to respect you. فهون هي الفكرة، المحيط تبعك هو اللي بيقول للأشخاص أنت الوقت تبعك ولا البراند تبعك قديش تكلفته. And that part is entirely up to you. وهذه الفقرة كلها تعتمد عليك أنت بس. Last slide, here we go. آخر. Last slide, here we go. آخر حبة، خلصنا. A trainer. Ready? Are you guys ready? جاهزين. Being a trainer is the highest paid skill set on earth. فإنه أنت تكون مدرب هذه أكبر مهارة بتندفع لإلها. تكون مدرب. Google says. هذا كلام جوجل يعني. Being a trainer is the highest paid skill set on earth. أكثر مهارة بندفع لك عليها إنه أنت تكون مدرب. If you can train someone to be better than you or be better by being around you, you are paid. فإذا أنت قدرت تدرب حدا يكون زيك أو أحسن منك أو إذا كان بمحيطك هو يطلع كمان أنت هيندفع لك مليون بالمية. 90% of people cannot do this. 90% من الأشخاص ما بيقدروا يعملوا الحكاية. Why do you think most athletes never turn into coaches?
ليش انت بتفكر معظم الاشخاص اللي بيكونوا لاعبين ما بيقدروا هم يكونوا كوتشات بعدين؟ GC, how many great soccer players are there in the world? يعني اذا انت يعني بدي اسالكم سؤال, كم واحد لاعب كوره عن جد فنان بالكوره يعني؟ Past and present. بزمان وهلا يعني. How many great actors? كم ممثل عريق وفنان موجود بهالدنيا؟ كم واحد؟ How many great singers? كم مغني موجود عظيم بالدنيا هذا كلها؟ Why don't they become coaches? ليش ما بيكونوا مدربين؟ ليش؟ Because it's a different skill set. إنه هذه مهارة جدا مختلفة تماما. Just because you can do it doesn't mean you can teach it. هذا لا يعني إذا أنت قدرت تعمل شغلة أنت بتقدر تدربها. Most of these celebrities and athletes would make more money being coaches. معظم المغنيين أو الفنانين واللاعبين ممكن هم يعملوا مصاري أكثر من المصاري هم بيعملوها هلا إذا هم كانوا coaches, إذا كانوا هم مدربين أصلاً. Just because you are the best in the world doesn't mean you can train another person to be the best in the world. إذا أنت أحسن واحد بالعالم بمجال اللي أنت فيه هذا لا يعني أنت بتقدر أنت تدرب كمان شخص يكون هو كمان أحسن واحد بالعالم. Somebody told me to keep calm. Keep going, my guy. Slap them up. I'm sorry. Listen, I'm yelling in love. فهو بحكي لكم إنه هو آسف مش قصده إنه هو يصرخ عليكم هو بس والله هذا الحب تبعه لكم. But I want you to really understand this point. لكن هو جد بدي إياكم تفهموا أنتوا الفكرة هاي. 90% of people that are successful cannot train another person to be successful. 90% من الأشخاص اللي هم بيكونوا ناجحين ما بيقدروا هم يدربوا كمان أشخاص يكونوا ناجحين. So here's the goal. فهون هو الهدف تبعنا. Work on being a great trainer. اشتغل إنه أنت تكون مدرب رائع. Work on delivering the dream. اشتغل إنه أنت تقدر توصل الحلم. Not only are you going to create a legacy of other people that love you. مش بس أنت كمان هتبني يعني إمبراطورية كبيرة من الأشخاص اللي أنت هتساعدهم. But by default, you will live your own dream. لكن بطريقة default ولا بطريقة عادية على طول يعني automatic هتصير أنت عايش الحلم تبعك. GC, if you understand what I'm saying today. GC, إذا أنتوا قادرين تفهموا الحكي اللي عم بحكيه كين هلا. This organization is going to be scary in 12 months. إذا فهمتوا الحكي هاد. الorganization اللي احنا فيها هلا هاي بعد 12 شهر هتكون مخيفه. We're going to enter arenas and the ground is going to shake. احنا هندخل على اماكن والارض هتهز لما احنا ندخل عليها. This company is not going to understand why we have so many great trainers. ان ولا الشركه ما هتفهم احنا ليش بفريقنا نفسه في احنا عندنا مدربين رائعين جدا. We are going to create so many ranks it's going to look like we're cheating. احنا هنعمل رانكات كثيره بالشركه كانه احنا عم بنغش ولا بنعمل شيء. The other teams are going to ask God why he favored this team. فحتى كمان افريقيا اللي جنبينا ولا افريقيا اللي بتطلع علينا هتصير تسال ربنا يا ربنا ليش طيب الفريق هذا انت بتحبهم كثير وما بتحبنا يعني. But it's okay cuz we're GC. It's okay. It's okay. بسيطة عشان احنا جي سي عشان هيك. So hopefully you guys took something from this training just a little bit. فهو بتمنى ان انتوا قدرتوا تاخذوا شغلة صغيرة من التريننج هذا. Because I talk with the intent to teach. لان هو بتكلم بنية ان هو يعلم. My goal for this call. الهدف تبعه من المكالمة هاي. Is to have 300 people that can out-earn me. انه يكون في 300 شخص انه يقدر يعمل مصاري اكثر من كين نفسه. Otherwise, I shouldn't be in this company. ولا إذا هيك هو ما بيستحق إنه هو يكون بالشركة هذه إذا ما قدر يعمل الحلم هذا. With that being said, ومع الكلام هذا كله, let's get back to work. خلينا نرجع نشتغل. Take care. Love.